اللي ما بين الرابع اللي هندرس ومع بعض ان شاء الله هندرس فيه نظريه التحليل الاطر الاعلاميه، والبعض بيطلق عليها تحليل الاطر الاخباريه فريمينج ثيوري، على اساس ان هي بتركز اكتر على تحليل مضمون الاخبار التي تقدم في وسائل الاعلام. وهذه النظريه بمعناها البسيط ان وسائل الاعلام لما بتيجي تركز على قضيه معينه ممكن تركز على احداث معينه داخل هذه القضيه، وممكن تعمل عملية حذف وإضافة لبعض الوقائع والمعلومات داخل هذه الأحداث، بما يؤدي إلى الناس ممكن تفسر القضية دي بأشكال مختلفة. وزي ما كان فيه بعض الباحثين فكروا بارتباط ما بين نظرية الاستثارة المعرفية ونظرية وضع الأولويات اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، كان في بعض الناس فكروا على نوعية الارتباط ما بين نظرية تحليل الأطر الإعلامية و نظرية وضع الأولويات. فهذا العمل بمجمله البسيط، لو احنا تصورنا هنا مع بعض نقطة مركزية لدائرة، ونفس النقطة المركزية دي بيكون لي دائرة أكبر منها، هيكون هنا نفس العلاقة بالضبط ما بين وضع الأولويات وتحليل الأطر الإعلامية، بحيث إن وضع الأولويات هي بتاخد الدائرة الأكبر، وتحليل الأطر الإعلامية هي بتاخد الدائرة الأصغر. معناه إيه الكلام دوت؟ معناه إن الأجندة سيتنج هنا بتمثل لنا القشرة الرئيسية، بتقول لنا إيه هي أهم القضايا المثارة في وسائل الإعلام. لكن إحنا ما يهمناش هنا القشرة بقدر ما يهمنا ما الذي يقع داخل هذه القشرة، وهو هنا الأطراف، القضايا المختلفة. أطراف القضية ممكن تكون أحداث، ممكن تكون أشخاص أو أبطال هذه الأحداث زي كبار المسؤولين والسياسيين والكبار المسؤولين داخل الدولة والمسؤولين عن الأحزاب السياسية وهكذا. تفكير الجمهور وتقييمهم إيه لهؤلاء الأشخاص وتكوين اتجاهاتهم بتكون إيه. فالعملية هنا بتكون عملية وضع أولويات، وبتكون تركيز اهتمام، وبتكون عملية تقييم. وضع أولويات للقضايا وتركيز اهتمام، بنقول إيه هي أهم القضايا، وعمليه تقييم، بنقيم هذه القضايا واتجاهاتها بتتكون نحوها او بتتكون ناحيه الاشخاص الموجودين داخل هذه القضايا. ويهمنا هنا نعرف نقطه مهمه جدا بيركز عليها علماء الاتصال في نظريه تحليل الاطر الاعلاميه، عشان لما يجي يربطوا ما بينها وما بين نظريه الاجنده سيتنج، وهي ما يعرف بسمات القضيه وخصائص القضيه، سواء كانت هذه السمات احداث عامة أو أحداث خاصة، أو كانت حتى سمات الأشخاص السياسيين الموجودين داخل هذه القضية. كل هذه السمات بتبحث فيها نظرية الأطر الإعلامية دونا عن نظرية الأجندة سيتنج اللي هي بتركز الضوء على القضية بس أكثر من ذلك.